في منتدى الدوحة للبيانات لعام 2024 سيتم مناقشة مجموعة من المواضيع المتعلقة بالابتكار والتنمية المستدامة. إن الجلسات ستتضمن مناقشات حول البيانات والذكاء الاصطناعي ودوره في تحسين الأنظمة الإحصائية الرسمية، بالإضافة إلى استخدام البيانات الجغرافية المكانية في إدارة الكوارث. كما ستتناول جلسات أخرى كيفية تسخير البيانات لتحليل التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. سيتم أيضاً مناقشة الابتكار في مجال الإحصاءات الرسمية ومستقبل التنمية المستدامة في دول الخليج، وأهمية تحسين جمع البيانات لدعم الاستراتيجيات التنموية.